نحن عم نلعب لعبة نشوف الحيوانات. أنا شفت إيه؟ ممتاز بسمة. أنا شفت أسد. ممتاز جاد. أنا شفت بطريق. بس لسه ما عم بقدر أشوف الفيل. جاهزة؟ قصدي بطريق. عم بتحاول تفرجينا إشي. أها، منشان هيك ما قدرنا نشوف الفيل. خلينا نجرب مرة تانية. في عنا مشكلة. لازم نخطط لحتى نمنع الفيل إنه ما يضل يوقع. أنا عندي خطة جاهزة جاد. أنا رح أضل هون وأمسك الفيل، وإنت سوق السيارة وشوفها. كتير سهلة. بس يا بس ما استني، أنا ما بدي ألعب لعبة نشوف الحيوانات من دونك. صح جاد، بتكون كتير أحلى لما نلعب مع بعض. تمام، منشان هيك خلينا نلاقي طريقة لحتى نمنع الفيل من إنه يوقع. ماشي. حجرة. حجرة تانية. حجرة تالتة. ها، هاي العصاية ممكن نستخدمها لحتى نثبت الفيل محله منشان ما يضل يوقع. صح، خلينا نجرب العصاية أول. زبطت؟ مرات ما بتزبط، منجرب ومنجرب، وإذا لسه ما عم تزبط آخر شو؟ منضل نجرب. هالمرة خلينا نحط العصاية جوات الفئ. خلينا نجرب مرة تانية بس بطريقة مختلفة. يمكن إذا حطينا الحجرة فوق الفيل ببطل يوقع لتحت. خلينا نجرب كمان. الحجرة وقعت جوا الفيل جاد، والفيل ضلوا واقف. مرحبا أنسة فراسة، شوفي كيف الفيل ضل واقف ومش رح يوقع. هذا الشيء كتير مخبط، مهما حاولنا عم يضل الفيل يوقع. معلشات، احنا لازم نضل نحاول حتى ننجح. خلينا نوقف ونفكر ونحاول مرة تانية. تعرفي يا بسمة، لما وقعت الحجرة جوات الفيل ضل الفيل واقف في مكانه شوي، مشان هيك عندي فكرة. يا سلام، هلأ فهمت شو عم تعمل. خلينا نشوف إذا رح تزبط. منجرب ومنجرب، وإذا لسه ما عم تزبط أحزر شو؟ منضل نجرب. لما تصعب الأمور ناخد استراحة، بنوقف ونفكر بشي تاني. وإذا لسه ما عم تزبط منجرب ومنجرب. هيا حمار وحشي. وأنا شفت أسد. اكتشاف رائع. مو أسد حقيقي.